السلم والإسلام. الله أكبر. ما طاف طائف بالبيت العتيق ومشى بين الركن والمقام. الله أكبر. ما أذن مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي القدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل واعتدى. فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فاللهم صل وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، هذا يوم العيد، هذا يوم التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا يوم مبارك عظيم، يوم عيد الأمة الإسلامية، يلتقي فيه المسلمون على بساط الطاعة والحب والإخاء، ويتبادلون تحيات الود والصفاء، فتقوى صلاتهم وتتوثق أخوتهم، فيحمدون الله عز وجل على نعمة الإسلام التي جمعتهم برباطها وألفت بين قلوبهم وشدت بعضهم إلى بعض بحبال الإيمان والعقيدة، فأصبحوا في المودة والتراحم والأخوة كالجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، معتصمين بحبل الله المتين وكتابه المبين، مستجيبين لقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها المسلمون، لقد أراد الله لنا نحن المسلمين أن تكون أعيادنا عقب فرائض وعبادات الكبرى، فعيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام والقيام، وعيد الأضحى يأتي بعد فريضة حج بيت الله الحرام، حيث يقف الحجاج في عرفات لابسين ثيابا بسيطة بيضاء قد مثلوا قمة المساواة في أرفع صورها، تجرد لله من مظاهر الدنيا وزينتها، وتخلص من الفوارق الطبقية ومن التعصب العرقي واللغوي والجنسي والحزبي، وقفوا جميعا أمام رب واحد وفي مكان واحد، ملتزمين بكتاب واحد ودين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عباد الله، هذا يوم العيد، يوم مبارك سعيد، يوم الفرحة والسرور، يفرح فيه المسلمون على إتمام نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا، يفرحون على أن جعلهم الله تعالى من أمة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونفرح الفرحة الحقيقية حينما تتحقق وحدة المسلمين، حينما تتحقق وحدة المسلمين قلبا وقالبا شكلا ومضمونا، وتظهر لديهم الغيرة الحقيقية على الأوطان والمقدسات وتقدير المسؤوليات والواجبات حق قدرها. نفرح فيه عندما نرى دماء المسلمين محقونة ودموع البائسين والمستضعفين مكفوفة وحقوق المظلومين مصونة وأعراض الكرماء وحرماتهم محفوظة، فحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويتلذذون حقا بنشوة العيد، وتمتد الابتسامة من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب. ونفرح الفرحة الكبرى حينما نرى كل شبر من تراب المسلمين وكل جزء من مقدساتهم تحت أيديهم تخر عليه جباههم ساجدين لله تعالى، شاكرين لأنعمه ومهللين ومكبرين لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة الكرام، إن أعيادنا أعياد ربانية موصولة الحبال بالله تعالى، وإنها أعياد إنسانية يرتبط فيها الفرد بالجماعة والجماعة بالفرد، حيث يشارك فيها المسلم أخاه بالسراء والضراء وفي الشدة والرخاء. فليس بمؤمن من عاش لنفسه ولم يعش لإخوانه ومجتمعه وأمته، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عباد الله، إن عيد الأضحى يوم المؤتمر العالمي والنحر الأكبر، إنه يوم التضحية والفداء، نحيي فيه ذكرى أبي الأنبياء وخليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام، حيث ابتلاه ربه بذبح ولده وفذة كبده سيدنا إسماعيل عليه السلام، فنفذ أمر ربه ونجح في هذا الامتحان المبين، ففاز بسعادة الدارين وحصل على شهادة الحسنيين، كما أخبر بذلك أحكم الحاكمين في كتابه المبين قائلا: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين ناديناه: أن يا إبراهيم، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة الكرام، نتعلم من هذه القصة الربانية أن الأضاحي من القربات التي لها فضل عظيم عند الله تعالى، وقد سن لها الشرع شروطا وآدابا ينبغي مراعاتها والالتزام بها، وقد استمعتم إليها في خطب الجمعة وفي دروس الوعظ والإرشاد بالمساجد، فلا داعي لذكرها. ونتعلم من هذه القصة أيضا طاعة العبد لربه وطاعة الولد لوالده. نتعلم منها أن محبة الله تعالى مقدمة على محبة الولد والدنيا والناس أجمعين. نتعلم منها التضحية والفداء في سبيل الله وابتغاء مرضاته. فالمؤمن بالله واليوم الآخر يضحي بنفسه وماله
وكلامه وجميع وسائله من أجل الدفاع وصيانة المقدسات الدينية والوطنية وإعلاء كلمة الله ورفع راية الدين الإسلامي، لأن في هذا الدين الحق الحياة والطمأنينة والسعادة الكاملة لجميع المخلوقات. فاللهم ارزقنا السعادة الكاملة والأمن والأمان في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم في هذه الحياة آجالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ها هو الزمان قد قرر دورته وعاد إلينا عيد الأضحى يطرق أبوابنا ويحيينا بتحية الأمن والسلام ويحذرنا من النزاع والانقسام الذي أحرق ظهر الأمة الإسلامية اليوم بسبب الصراع على حطام الدنيا وحب الكراسي والاستجابة لحظوظ النفس والرغبة في تحقيق المصالح الشخصية. هذا فضل عن العصبية الجاهلية والفراغ الروحي والفساد الأخلاقي الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية المعاصرة وانعدام القدوة الراشدة في الأسرة والمجتمع والأمة التي تضبط زمام الأمور وفق المنهج الرباني الذي يضمن لها الوحدة والأمن والاستقرار. فكأن هذه الأمة لم تقرأ قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكأن هذا لم تقرأ قوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وكأن هذا انتهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. فلم يعد الضرب بين المسلمين بالسيوف، بل أصبح الضرب بمختلف الأسلحة والمواد الكيماوية التي تفسد البلاد وتهلك العباد. فمات من مات، وشرد من شرد، وعوق من عوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هذا هو حال الأمة الإسلامية في عيد الأضحى الذي أباح الشرع فيه دماء الأنعام من الضأن والمعز والإبل والبقر، وحرم دماء البشر، وحرم دماء البشر التي أصبحت تسفك يوميا بغير حق، وترتوي بها قبور الأنبياء والرسل والأولياء بأرض الرسالات التي انبعثت منها أنوار الأرض والسماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد جاء العيد ليجدد الإيمان والمحبة في القلوب ويدعونا إلى التضامن والوئام وينهانا عن النزاع والتخاصم والانقسام. في قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فجدير بنا أيها الإخوة الكرام أن نقف موقف العبرة والذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين من مناسبة عيد الأضحى، إذ هي مناسبة دينية
واجتماعية بامتياز، وأن الغرض منها هو أن تكون فرصة لتجديد الروابط الاجتماعية وتثبيتها وتأكيدها بين مختلف الأسر والدول والشعوب، وذلك هو المراد بتخصيص جزء من الأضحية للصدقة والهدية. وبالتالي فإن الواجب يقتضي أن توظف هذه المناسبة لزيارة الأقارب والمعارف ووصل العلاقات التي انقطعت وتقوية تلك التي رفضت وبنيت، وبذلك يقوى النسيج الاجتماعي وتتهيأ أسباب التآلف والتحابب، وتتوفر المجتمع دواء التكافل والتضامن، وهذا ما يجعله أقوى ما يكون على مواجهة التحديات والتصدي لصعوبات الحياة مهما كانت، وتحقيق الأمة الفاضلة التي قال الله تعالى عنها في محكم كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاللهم اجعلنا من المهتدين بهديك والمقتدين بسنة نبيك عليه السلام الذي أمرتني الصلاة عليه في كتابك المبين، حيث قلت وقولوا بالحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين وتجمع ويش المسلمين وسدد خطاه وحقق مسآه، واحفظه في ولي عهده ووارث سره الحسن وسائر أسرته الشريفة، وشد أزره بشقيقه السعيد مولى رشيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقوى وأنفسنا على المحبة، وردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا من الراشدين فضلك ونعمه. اللهم حقق بالزيادة أمالنا، واقرب بالعافية غدونا وأصالنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واختم للسعادة آجلنا، واجعل التقوى زادنا في كل حركاتنا وسكناتنا إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الصدر ومن شتات الأمر ومن ظلمتي القلب والقبر ومن شر كل ذي شر في البر أو البحر. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسن استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم كن للفقراء المساكين واشتد أزر القاصرين واشف المرضى والمصابين واقض دين المدينين وامسح دموع المنكوبين واحقن دماء المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا ومغيثا مجيرا، واكشف اللهم الأزمة عن إخواننا المهاجرين وأصلح أحوالهم أحوالنا وأحوالهم الظاهرة والباطنة المادية والمعنوية، واحفظ الزوار والمعتمرين وأرجعهم إلى بلدهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات، وارحم كافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجمع شمل المسلمين وأحقن دماءهم ووحد كلمة مع الحق والدين، ووفقهم للاعتصام بحبك المتين وكتابك المبين، وأعين اللهم جميع المسؤولين على أداء رسالاتهم ومهامهم، ووفقهم لما فيه خير الدنيا وصلاح الدين، واختم بالصالحات أعمالهم والسعادة أجالهم يا رب العالمين، وأحسن اللهم بالمحسنين وبارك لهم في إيمانهم وصحتهم وأولادهم وأموالهم، وبلغ مقصودهم وحقق رجاءهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعيد مبارك سعيد وعمر مديد، وكل عام وأنتم بخير.